أخيرا فضيلة الشيخ يسأل يقول إذا جمع المريض في بلده بين الظهر والعصر جمع تقديم، هل له أن يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر أو أنه وقت نهي بالنسبة له؟ الجمع في الحضر لا يجوز إلا في حالة المرض أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاء في المطر أو الدحض، فإذا جمع بينهما حيث يجوز له الجمع فيأتي بالراتبة بعده. نعم.